وما زلنا مع مستجدات القضية الفلسطينية، حيث قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الخراب المتعمد الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة ستظل آثاره قائمة وشاهدة على بشاعة الجرائم المرتكبة وعجز العالم عن وقف العدوان. وجدد أبو الغيط رفض جامعة الدول العربية للتهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، مناشدا المجتمع الدولي بالتحرك. بأن الخراب المتعمد الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة والذي قضى على كافة أساسيات الحياة ستظل آثاره قائمة ربما لعقود قادمة، وشاهدة على بشاعة الجرائم المرتكبة وعجز العالم عن وقف العدوان. وأكرر من هذا المقام موقفنا الواضح برفض التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح التي صارت الملجأ الأخير لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني الذين لازوا هربا من جحيم العدوان والتدمير في باقي مدن القطاع. وأناشد مجددا كافة الأطراف للتحرك بشكل عاجل لوقف هذه العملية الهمجية التي قد تكون لها تبعات مدمرة على الأمن الإقليمي.